قال صلى الله عليه وسلم: جاء برجل يوم القيامة فقال الله عز وجل له: هل فعلت خيرا قط؟ خلي بالك ان الرجل ده ما عملش حاجة في حياته خالص، عشان كده السؤال كده: هل فعلت خيرا قط؟ قال: ربي، كنت صاحب مال وكنت أقرض الناس، فأرسل غلماني أقول لهم: اذهب إلى هذا المدين وهات المال منه بنا أجل سنة شهر شهرين بتاع. فكنت أقول لهم: أنظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. الموسر يعني اللي معاه فلوس، يعني ممكن يسد. أنظروه يعني يقول له مثلا: ممكن تسد دلوقتي ولا تاخد لك وقت؟ يقول: اديني وقت. يقول له: ماشي. يروح للتاني يقول له: والله انا ما عنديش. يقول له: خلاص تجاوزنا عنك. انظروا الموسر وتجاوزوا عن المعسر. فقال الله عز وجل: انا اولى بهذا منك، تجاوزوا عنه. والله يحكم لا معقب لحكمه. او تجاوزوا عنه، انا اولى بهذا منك، ما تبقاش انت كريم عند اكرم الاكرمين تبارك وتعالى. وفي يوم القيامة في حاجات مدهشة يوم القيامة، عشان كده لا تيأسن من روح الله ابدا ابدا. يعني في اخر صحيح مسلم حديث، والله يعني كل ما اقراه قلبي يهتز له، حديث انس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يأمر الله عز وجل بإخراج أربعة من النار، فلما خرجوا الأربعة دول قال الله عز وجل: ردوهم إلى النار. فالتفت واحد من هؤلاء وقال: ربي، ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيذني فيها. فأدخله الجنة. أو قال: ما كان ظني بك إذ أخرجتني منها أن تعيدني فيها. فليكن ظنك بربك حسنا.